بنرحب بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعايز اقول لكم ضيوفنا النهارده من اصحاب الانجازات ومن اصحاب الارقام القياسيه، وهم الاثنين مؤهلين لبطولتي العرب وافريقيا تحت سن 20 سنه في العاب القوه. منورنا كريم محمد محمود وفاطمه الزهراء، ثنائي العاب القوه بالنادي الاهلي. صباح الفل عليكم. صباح الفل. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نبتدي فاطمه بقى بعد اذنك، المنطلق ان ليديز فيرست زي ما انت عارف. اكيد. عايزين نعرف فاطمه بدايتك خالص وبدايه قصتك مع العاب القوه، اشمعنى العاب القوه؟ ويمكن مش بنات كتير في مراحل سنيه مبكره بيتوجهوا للرياضه دي بصفه خاصه، انت ايه اللي حصل معاكي؟ هو انا كنت يعني قاعده في المدرسه وكده، وهم اللي جم اختاروا ناس ساعتها تحت ال 12 سنه. اوكي، عشان بطوله المدارس وقتها صح؟ اه. وبعد كده المنطقه التعليميه، بعد كده المحافظه. أيوة. والجمهوريه. وبعد كده بقى لقيت نفسي كويسه في العاب القوه، فكابتن حمدان خدني يعني. يعني انت ما كنتيش مارستي اي العاب قوه قبل ما يجي لكم الزياره دي في المدرسه؟ لا، هم كانت اول لعبه يعني. اوكي، وما اشتركتي في اللي هو بطوله المنطقه التعليميه في الاول، مش كده برضو ولا؟ أيوة. دخلتي على طول على الجري والتتابع، ولا كان ليكي تجارب في حاجات تانية في الأول؟ لا، هو الجري والتتابع بس. واتفاجئتي بمستواكي؟ أيوه. أوكي، طب وأنت كريم بدايتك جت إزاي؟ أنا بدايتي كانت تحت 12 سنة مع كابتن وليد، هو زميل والدي. خدني من يعني رحت النادي الأهلي تحت 12 سنة، بدأت معاه زانة. أوكي. ودخلنا بطولة 12 سنة، كان أول مركز، ده كان المركز الثالث. أيوه. القفز بالزانة مش حاجة سهلة. عايزه تكنيك وعايزه فتنس وعايزه مرونه وليونه وحاجات كتير، يعني عرفنا اكتر على الرياضه دي وايه وجه الاختلاف اللي بينها وبين بقيه تفاصيل العاب القوه. هو وجه الاختلاف بينها وبين العاب القوه ان القفز بالزانه هي لعبه مميزه جدا بين العاب القوه كلها، هي زي ما حضرتك قلت بتحتاج يعني رشاقه ووزن خفيف، بتحتاج سرعه برضه، بتحتاج ذكاء وسرعه تأديات، يعني بتحتاج كذا حاجه من حضرتك، فاهم؟ الذكاء كمان من ضمن العناصر المطلوبه. اه. في ايه؟ يعني قوه معروف في ايه؟ السرعه مفهوم هي ليه مهمه، لكن الذكاء في ايه تحديدا؟ الذكاء بيبقى ان انت تبقى عارف انت هتمشي ازاي، محاولتك ماشيه ازاي، بلاش توتر، لان التوتر لازم تبقى دماغك يعني رايقه يعني. ايوه بالظبط. بس وبتعرف تبقى دماغك رايقه في وسط الاجواء التنافسيه اللي انت فيها في البطوله؟ اه، ما هو ده بقى ده المطلوب بقى، ده هو ده الذكاء، ان انت تبقى تعرف تتاقب نفسك في حته ثانيه. يعني تعرف تركز في محاولتك ازاي، تركز في انت هتعمل ايه، مطلوب منك كذا فتعمله. بس برضو سباقات التتابع، وكمان اللي انا عارفه ان انت كمان حواجز. ايوه، 400 حواجز. 400 حواجز. برضو فكره الحواجز، يعني فكره ان انت تجري وتنطلقي وتعملي سبرنت برضه معروفها اول من اخر، لكن انت كمان مضطره ان انت تتخطي عقبات. أيوة. فبرضه متطلبات القسم ده تحديدا في العاب القوه ايه؟ اللي هو احنا اول حاجه ما ينفعش نخاف من الحواجز يعني، ونهجم وما ندربلش. وما؟ ما ندربلش. بمعنى؟ نهجم عليه يعني. اوكي. عشان يعني الدربله بتبوظ الدنيا. طب الممارسه اكيد برضه بتحسن من المستوى، اكيد المنافسات. أيوة. اللي بتدخليها. انتوا اخر بطوله كنتوا حاصلين عليها، بس انا شايف ميداليات كتير ما شاء الله، ما تقولوا لنا انهي ميداليه بتاعت انهي بطوله؟ هو انا جايبه اول 400 حواجز في التجارب المنتخب بتاعت تونس. ايوه. وبتاعت بطوله الاسبوع اللي فات دي جايبه فيها 23 سنه، يعني أيوة. اصلا مش مرحلتي، مرحلتي تحت 18. أوكي. انا وكريم. يعني انت ليفل الاعلى. أيوة. منك كمان. جميل. والتتابعات بقى. وانت بالنسبه لك كريم برضه شايف ميداليات ما شاء الله، دي كانت بتاعت انهي بطولات؟ هي بطولات دي بتاعت اول 20 سنه السنه اللي فاتت. واول 18 وديت اول 20 سنه بتاعت الاسبوع اللي ما شاء الله. يعني انت كل فئه عمريه انت بتطلع فيها الاول. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. اخبار الدراسه ايه؟ ما تعرفونا كده، انتوا في انهي مراحل دراسيه؟ انا في اولى ثانوي. اولى ثانوي. ثانيه ثانوي. اول ما سالت السؤال بصي ضحك على طول. نبتدي بيك انت، طمني عليك، عامل ايه في الموازنه ما بين الدراسه وما بين التمارين والمعسكرات والمنافسات والبطولات؟ هو الدراسه يعني احنا طبعا بنركز في الاثنين، لان ما ينفعش نركز في حاجه واحده. اكيد. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى برضه مخليين بالنا من واجباتنا في دراسه وكده وتمريننا في نفس الوقت. انت يعني نجح في ده؟ قادر تعمل ده بشكل كويس؟ اه، ممكن اكون مقصر شويه في الدراسه، بس على الاقل بحاول الم على قد ما اقدر. بس مش حاجة سهلة. اه، مش حاجة يعني سهلة. يعني فكرة ان انت زي ما انت متفوقة رياضيا، مطلوب منك برضه تكوني متفوقة دراسيا. او اضعف الايمان، مش لازم متفوقة، بس على الاقل ماشية كويس في الدراسة.
تظبيطتها مش سهله مش كده برضه؟ ايوه انا بحاول اوفق بقى. بتعملي ايه بقى مثلا؟ بتصحي بدري شويه زياده عشان تتمرني قبل ما تروحي للدراسه؟ بذاكر قبل التمرين. يومك عامل ازاي يعني؟ مثلا لو بذاكر قبل التمرين بس بعد التمرين يعني ما بقدرش خالص. اوكي. واصلا برجع متاخر. تمام. كمان اكتر ناس بيدعموكي في الرياضه وفي تفوقك في الرياضه؟ يعني اول حاجه الكابتن كابتن حمدان، واهلي يعني اخواتي وبابا وماما. ما حدش فيهم بيقول لك انت كده جايه على المذاكره لصالح الرياضه، ولا هم مبسوطين بالرياضه من تفوقك في الرياضه؟ ايوه مبسوطين. وانت كريم مين اكتر حد بيدعمك؟ كابتني ووالدتي ووالدي واصحابي بقى، اصحابي كمان عشان كلنا في نفس النادي وكده فكلنا بندعم في بعض. صحابك دول اللي هو شله كامله بتلعب معاك برضو العاب قوه ولا هم بيلعبوا حاجات تانية؟ يعني بيلعبوا العاب قوه، في مننا بيلعب هاند، في مننا بيلعب باسكت، بس كلنا بنشجع بعض. يعني كلهم برضو بيمارسوا رياضه بشكل احترافي يعني؟ مش فايتك قصدي تجمعات الشله كال لا 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 كلنا بنتجمع في النادي بعد ما نخلص تمرين عادي، وكلنا بندعم بعض طبعا. واكبر بصراحه مصدر دعم ليا هو كابتني، يعني كابتني ووالدتي ووالدي هم دول اكتر ثلاثه واقفوا جنبي. تحياتنا ليهم كلهم. حياه الشاب الرياضي اكيد برضه مختلفه عن الشاب العادي اللي مش بيمارس رياضه، يعني تفاصيل الاختلاف جايه منين في رايك؟ تفاصيل الاختلاف مثلا بتيجي ان هو ما بنخرجش مثلا زي الناس العاديه، ما بننزلش كتير، ما فيش خروجات، ما بنصحاش قوي. ما طب وده مضايقك ولا بالعكس انت مبسوط بالوضع اللي انت فيه؟ لا بالعكس، يعني هو ده احسن الوضع اللي انا فيه، ده احسن من الوضع التاني اكيد طبعا. يعني بس على الاقل برضه بخرج وبنزل. بس بعد التمرين والتمرين برضه مش حاجه وحشه، التمرين حاجه كويسه. لا طبعا اكيد يعني التمرين حاجه كويسه. وبعدين احنا وقت. مش بنتكلم على شخص رياضي والسلام، احنا بنتكلم على بطل رياضي، فحاجه لطيفه جدا. ايه اللي جاي ان شاء الله؟ هتشتركوا في مسابقات ايه؟ احنا عارفين ان في بطوله العرب وبطوله افريقيا تحت سن 20 سنه. ايوه ان شاء الله، بطوله ال 18. الموضوع بقى كده اتصعد جامد، طلعنا بقى بره المنطقه التعليميه والمحافظه وحتى الجمهوريه، الموضوع اتصعد. مستعده لده؟ ان شاء الله. وفي بطوله ال 18 جمهوريه يوم راس السنه كده. أوكي. اخر السنه يوم 31 هي هتبقى يوم 31. اوكي جميل. طب وانت استعداداتك ايه بقى؟ انا استعداداتي انا عندي ان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين من دلوقتي بطوله درجه اولى، وبستعد ل 18 سنه، وان شاء الله السنوات اللي هي اللي انا مستعد لها قوي في بطوله عرب، بطولتين عرب بحاول استعد لهم، او مش بحاول انا مستعد لهم يعني، وبنجهز لهم بقى من دلوقتي. بيكون داخليا هنا ولا بيبقى في مثلا معسكرات زي ماتشات الكوره كده مثلا؟ لا. الفريق عنده معسكر؟ ما عندكوش المعسكرات دي؟ لا بيبقى داخل عشان الظروف الحاليه بتاعت كورونا، ولا عموما ما عندكوش لا هو عشان الظروف الحاليه بس. لكن غير كده عادي بيبقى في معسكرات وخارجيه وداخليه كمان، ولا بس داخليه؟ لا ممكن يبقى في داخليه وخارجيه كمان عادي. على ذكر الخارجيه عموما، هل في احتراف في عالم العاب القوه زي كوره كده مثلا، ولا ما عندكوش انتوا حاجه اسمها احتراف؟ لا في عندنا احتراف العاب القوه، عندنا بطولات عالم وفي بطولات افريقيا. لا انا اقصد بالاحتراف فكره ان عارف مثلا زي محمد صلاح كده، هو لاعب مصري محترف في انجلترا. انا بتكلم ان انت تبقى بتمارس الرياضه دي وبتتنافس، ولكن في يعني دول ثانيه او في اماكن ثانيه، ولا ده مش حاصل في العاب القوه؟ لا هو حاصل عندنا، بس لاعب مثلا ممكن يروح يلعب في جامعه امريكيه، لاعب يروح يلعب في سويسرا كده، بس مش بيتجنس يعني، هو بيروح هناك يلعب باسم. بعيدا عن التجنيس انا بتكلم، بس فكره ان هو بيمارس الرياضه اللي هو بيمارسها في بلد ثانيه او ظروف ثانيه. في عندنا كده. احنا واصلين لفين يعني؟ لو اتكلمنا على سن 20 سنه او تحت 20 سنه، اللعيبه بتوعنا في النادي الاهلي بصفه خاصه مختلفين او مميزين بايه عن بقيه الناس اللي في نفس المرحله في العاب القوه؟ بتكلم طبعا في العاب القوة، عندنا بصراحة اللعيبة زي مثلا 18 سنة اللي هو سننا احنا. احنا يعني لا احنا متفوقين عن الاخرين بطريقة واضحة جدا يعني، حتى باين بيبقى باين احنا كويس يعني، احنا كويسين كبدنيا كعقليا، وتماريننا بتختلف عنهم، وبصراحة النادي مش بيأثر معانا في حاجة من ديت اصلا. فكرة ان انت بتلعبي باسم النادي الاهلي يعني فكره طبعا، بقدر ما هي حاجه تشرف صاحبها، بس بقدر ما هي برضو حاجه تقلق صاحبها.
أيوة. يعني مسؤوليه كبيره وتوقعات عاليه، يعني انت عارفه طبعا واكيد انت كمان يا كريم يعني عارف كويس قوي ان النادي الاهلي بشكل عام ايا كانت الرياضه اللي بنتكلم عليها المركز الثاني بالنسبه لهم زي الثالث زي الاخير، لو ما كنتيش الاولى اول ملهاش طعم عند الناس. ايوه صح. مش دي برضو بتشكل ضغط على الواحد؟ ايوه بتشكل ضغط كبير قوي. بتتعاملي ازاي مع الضغوطات اللي من النوع ده؟ بتعامل بحاول ما اخافش. تمام. وايه تاني يا كريم؟ بتحاولي يعني هي الضغوطات بتبقى بتحاول ان انت ما تحطش نفسك تحت ضغط كبير. اصل انت محطوط بتنزل تعمل انت اللي عليك. انت محطوط فيها يا كريم لان انت لابس تيشيرت النادي الاهلي. اكيد. انت تحت الضغط تحت يعني الضغط. بتهندله ازاي بقى؟ بهندل الوضع ان انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اتعصبش، او بحاول ان انا ما ابقاش عصبي وما ابقاش متنرفز، بحاول اهدى على قد ما اقدر وابقى راسي كده في مكاني ومركز في اللي انا هعمله. هو بيبقى طبيعي ان انا اتوتر طبعا، بس بلاش التوتر ده اثر عليا في محاولتي او في جريتي، يعني عشان هيأثر على الجري يعني مش هنعرف نأدي كويس. اكيد بالظبط. عشان كده بسألك السؤال ده بتاع هندلك. ايوه مش هنعرف نأدي كويس لو يعني خفنا وعملنا ضغط علينا زياده عن اللزوم. العاب القوه بالنسبه للناس اللي هم ايه مش بيمارسوها بس بيحبوا يتابعوها زي حالاتي دايما شيقه جدا، ودايما الواحد بيستنى اي يعني دورات اولمبيه او اي بطولات دوليه عشان يقعد يتفرج. وانتوا طبعا عارفين ان في دول معينه مشهوره قوي في سباقات معينه او في العاب معينه في العاب القوه. بتتابعي مين؟ يعني مين اكثر ناس بتبقي حريصه ان انت تتابعيهم وتشوفي المنافسات اللي ما بينهم؟ يعني هل دول معينه، لاعبات معينات؟ ايوه بتابع طبعا. يعني مين اكتر حد بيشدك وبتحبي تتفرجي عليها لو احنا بنتكلم على فتاه؟ يعني مين نموذج بالنسبه لك، المثل الاعلى، القدوه؟ في 400 حواجز طبعا نورين، يعني صاحبه رقم مصر اصلا. اوكي. ده في مصر. طيب بره مصر ما بتتابعيش المنافسات اللي بنفس بتابع بس ما بقاش عارفه اساميهم ايه وكده. بس بتبقي حريصه ان انت تتفرجي. اكيد فرجتك بتبقى مختلفه عن فرجه اي حد تاني، ونفس الكلام ينطبق عليك اكيد يا كريم. انتوا بتبقوا عارفين بقى التفاصيل والتكنيك وعناصر القوه اللي في كل واحد يعني. وبنتعلم من يعني. هل بتستمتع زينا بالمشاهده ولا عشان انت جوه الليله قوي فبتبقى عينك رايحه لحاجات تانيه؟ هو انا بعمل الاثنين، يعني بستمتع في نفس الوقت المشاهده وفي نفس الوقت اتعلم منهم حاجه، اشوف هو بيعمل ايه اعمل زيه، اشوف مثلا ابطال العالم بينطوا ازاي فانط زيهم، التكنيك بتاعهم عامل ازاي، جريهم عامل ازاي، بيعملوا ايه في يومهم، تمرينهم ماشي ازاي، فلازم ابقى فاهم الحاجات دي كويس. لقيت ان تمارينهم ماشيه زي تمارينك كده ولا هم عندهم حاجه مختلفه؟ هم عندهم حاجه مختلفه. عندهم حاجات مختلفه شويه. زي ايه؟ زي مثلا هم مثلا بيناموا بدري جدا، يصحوا بدري جدا، ينزلوا. هو احنا بنحاول عدونا ده احنا ننام بدري وكده، بس تماريننا مشابهه لتمارينهم في حاجات وحاجات لا. يعني الاختلاف جاي اكتر من نمط الحياه. نمط الحياه مش كده برضو؟ مش في التمارين نفسها. التمارين نفسها يعني شبه واحده. التمارين نفسها هي واحده، لكن مثلا بطل العالم حاليا في الزنا هو مدرسته مثلا فيها مرتبه زنه، يعني بينزل ينط زنه في المدرسه عادي ويخلص واجباته ويبقى كل ده في المدرسه. مش مضطر يروح. يعني هم حتى مهتمين بالحته ديت عندهم هناك بره، فاهم ان هم هينط زنه النهارده وبعد ما يخلص مثلا الواجبات اللي عليه. هل التفصيله دي تنقصنا احنا في مصر؟ فكره ان المدارس او الكليات او المعاهد او الاكاديميات المختلفه لازم يبقى فيها مراعاه اكتر واكبر للمتفوقين رياضيا اللي بيدرسوا في نفس المكان. طبعا بتفرق الحته دي ونقصانها هنا اكيد. بتسرع من عمليه اعداد يعني الابطال هي بتبطئ طبعا، بس هو على الاقل يعني بنحاول على قد ما احنا نقدر ان احنا نعوض ده في التمرين، والكباتن بتاعتنا تحاول تعوض معانا الكلام ده. طيب طموحاتك ايه يا فاطمه الفتره الجايه ان شاء الله؟ بتحلمي بايه؟ نفسك فيه؟ طبعا نفسي اكسر الرقم يعني ان شاء الله في 400 حواجز، وان شاء الله يعني هعمله قريب ان شاء الله في الموسم اللي جاي ان شاء الله. طب والمشاركات الاولمبيه ايه ما خطرتلكيش على بال؟ لا. ان انت تشاركي في بطوله العالم مثلا؟ لا ان شاء الله انا بفكر في يعني كده. يعني الطموح ده عندك بالفعل ولا انت أيوة. بتتعاملي مع كل مرحله يعني اللي هو الوقت؟ لا لا لازم يبقى عندي طموح يعني عشان اوصل له. وانت كريم بتحلم بايه؟ نفسك فيه؟ هو طبعا بحلم ببطوله العالم ان شاء الله 18 سنه، بس هي كلها ستيبس طبعا يعني ستيب باي ستيب. مفيش حد بيطلع مره واحده ومفيش حد. ايوه بنحاول نطلع. هي امتى بالمناسبه وهتبقى فين؟
لا انا لسه ما اعرفش، لسه ما متحددتش مكانها وما اعرفش برضه وقتها امتى، بس يعني احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه عشان نتاهل لها كلنا، يعني كل اللي في سني بيحاولوا يعملوا كده عشان يتاهلوا لها مش انا بس، عشان يعني لما تتحدد تبقى احنا جاهزين. جميل، صح جدا. طيب تنصحوا بايه اي اب او اي ام بيتابعونا وعندهم اولاد صغيرين او بنات صغيرين ولسه محتارين عايزينهم يلعبوا رياضه بس ما اختارولهمش رياضه معينه، تنصحوهم بايه عشان يخلوا اولادهم يمارسوا العاب القوى بصفه خاصه؟ نبتدي بيك يا فاطمه. فاطمه مش لاقي حاجه تقولها، مش لاقي حاجه تقدمها نصيحه للناس، ينفع كده؟ ده احنا جايين بطله في العاب القوى عشان تنصح الناس. طب انت ابدا ايه وانت الاول؟ هو طبعا كزانة او كلعبتي انا هم لازم يبداوا من هم صغيرين. يعني البدايه المثلى من سن كام؟ من سن مثلا 8 سنين، ويكون قبلها في سابق لي في الجمباز مثلا لان احنا بنحتاج الليونه. بس السن المثالي للنط القفز بالزانة لازم يكون من 8 سنين مثلا. والقفز بالزانة هي زي ما حضرتك قلتها في الاول، هي لعبه محتاجه تفكير وتركيز وقوه وسرعه. فبدل ما الولد يخرج طاقته في اي حاجه يخرج طاقته في القفز بالزانه، بس لازم يبقى بيبدا من هو صغير. دي نصيحتي للاجر. على ذكر القفز بالزانه عايز اسالك على تفصيله كده، يعني من المتابعات اللي الواحد بيتابعها بالذات في الدورات الاولمبيه، انت اول ما يعني خلاص بتعمل السبرنت بتاعك وبترتكز الزانه في المكان المخصص فيها وبتبتدي انت ترتقي لفوق وكلام من، انت يا الفرحه يا الحزن بيتحققوا وانت طاير في الهواء بالمعنى الحرفي، يعني انت لو ما لمستش، انتوا بتسموها ايه العارضه؟ العارضه، بتسموها عارضه. لو ما لمستش العارضه وربنا كرمك وعديت منها، انت فرحتك بتبتدي من وانت في اعلى نقطه في الهواء. نزولا. او العكس، لو خبطت فيها لا سمح الله ووقعت تحت منك، انت بتبقى نازل حزين. الشويه اللي في الهواء دول يعني بتبقى مشاعرك فيه عامله ازاي؟ يعني بتفكر على حسب إيه؟ على حسب المحاوله مثلا. انا ببقى عارف انا داخل من قبل المحاوله، من قبل ما اخد التيك اوف، من قبل ما ارفع الزانه من على الارض، ببقى عارف انا داخل انا هعمل ايه في محاولتي، ببقى مجهز لها. ففي حياتك في المحاولات اللي بتقول عليه اللي هو وانا فوق في الهواء، هو ببقى حاسس مثلا لو عديت ببقى فرحان جدا طبعا، بس برضه اشوف كابتني الاول لو هو كمان مبسوط خلاص يبقى انا محاولتي كانت ناجحه جدا وتكنيكها كان حلو، بس بشوف الاكشن كابتني الاول اشوف هو ادام مبسوط وفرحان يبقى انا. وانت بتلحق تشوفه وانت نازل من الجو ده؟ ببص يعني بصه كده صغيره ببقى عارف، اول ما بنزل حتى واقف على المرتبه بشوفه ببقى عارف ان يعني انا عملت حاجه كويسه. الفرحه او الحزن من نظرتك للكابتن بتاعك، مش من احساسك ان انت عديت الحاجز او العرض. طبعا برضه من احساسي لما بوقع مثلا العرض ده ببقى متضايق ليه وقعتها. هو انت في المنافسات يا كريم بيبقى ليك اكتر من محاوله؟ انا بص، هو حياتك انا ليا 3 محاولات على كل ارتفاع. اوكي، 3 محاولات. والمنافسه بتكون على ارتفاع واحد ولا اكتر من ارتفاع؟ لا، بالارتفاع مثلا بنبدا 4 متر. أوكي. بنطلع 10 سم، بتبقى 4 متر و10 سم و4 متر و20 سم كده، وكل ارتفاع من يعني دول يعني كل ارتفاع بيأهل للارتفاع اللي بعديه. وبتخلص بقى على اكبر ارتفاع اللاعب وصل له. انت اعلى حاجه يعني نجحت في ان انت تتخطاها اعلى ارتفاع كان كام؟ اعلى ارتفاع 4 متر و80 سم. ده رقم مصر جديد انا لسه عارف. وكان زميلي واخويا تامر اشرف، ده بطل كبير، ده اول عرب تونس، هو كان صاحب الرقم قبلي. اوكي، وانت كسرت له الرقم بتاعه. ما لا، بس احنا اخوات. هو معايا في نفس الفرقه كمان. جميل. هو بالعكس هو مصدر كبير ان انا اكسر الرقم كمان. اعتقد كمان الحكايه دي بتخلق برضو يعني روح تنافسيه حلوه كده، يعني كل واحد عايز، برغم ان في محبه طبعا وكل حاجه، بس ايه، كل واحد اكيد بيبقى نفسه يبقى هو الاكثر تفوقا، هو الاول. بتحس ان المشاعر دي اكيد مش كده؟ ايوه، انا اصلا فرقتي ما شاء الله جامده جدا. طب وده خالق جواكي روح تحدي ولا بالعكس شايل هم ده؟ لا خالص. عظيم. اول حاجه بتعملوها لما بتصحوا من النوم؟ بنفطر. يعني هل انتوا زي الشباب العادي اللي هو بتفطر وتقضي تفاصيل حياتك اليوميه، ولا انت كشخص رياضي لا ليك روتين مختلف؟ هو ليه انا مش بس بتكلم على التمرين، بتكلم على نمط الحياه عموما والاكل والشرب والحاجات اللي زي كده. بص، هو كاكل عموما انت بتتجه للاكل اللي هو صحي، اكتر بروتينات وصحي يعني. بس طبعا احنا
مبوظ الدنيا الصراحه عشان ما بقاش بس بجدد. لا هو الكلام ينطبق عليكم انتوا الاثنين الحقيقه، الرشاقه مطلوبه جدا. ايوه هي مطلوبه جدا، بس احنا بنتجه للاكل الصحي اللي هو مليان بروتين وكرياتين والحاجات ديت. بنتجه مثلا للفراخ، للحمه، والخضروات بس. يعني انتوا تعاملكم مع الاكل من منطلق بقى نسب وعدد معين من الجرامات؟ لا مش لازم، ولا احنا ما بنعملش كده يعني، ولا بالدرجات دي يعني. الدرجات عموما انتوا نورتونا واسعدتونا بتفوقكم الرياضي، ونموذج مشرف طبعا بالنسبه لك كريم، وبالنسبه لك يا فاطمه كلاعب ولاعيبه في النادي الاهلي. بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. نورتونا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعد كده نكمل بقيه فقراتنا معاكم. اتفضل.